استنى بيه والنبي اسمعني بس يا باشا. ايه خليك انا مرة فاتت بص عمل ايه؟ اه يا تروخره ايوه اضربك انت عايز تاكل عمال في البيت لو انت عايز امراض لك واسكت. اه بتبقى امراض له حضرتك. مين بقى اللي بيتقلص؟ يبقى اتجوزها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي واقف التصوير يعني وهي لما تقول لي بتتأمرضي بس بس انا ممثل غصب عن عينك وراجل محترم ده كمان ورك 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 هتيجوا تاخدوا الحاجات دي ولا اقطعها؟ يا عم انا بكلم كل الناس كده بس ما ينفعش اللي بيحصل ده. انا ما بقفش في صفه اقسم بالله هضايقك. ادري يقف معانا ترد عليا يا عم حناه وانت بقى اشتم البرنامج ولا اشتم مين ولا اشتم مين؟ انا مش عارف اشتغل يا عم انت طلعنكم ما اتصلحتوا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلهم بينهم الصلح خير. ضيفنا النهارده ملاكم. تعالوا نشوف محمد لطفي والاستاذ درديري هيعمل فيه ايه في القضيه اللي هنقدمها له. مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وانا مبسوط ان انا معاكم في برنامج الصلح خير، واتمنى ان يعني ربنا يجعلنا وش الخير على الناس والصلح ان شاء الله، وفعلا الصلح خير وربنا يعيننا. وتحياتي ليكم كل سنه وانتم طيبين. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا فندم. مع حضرتك الاستاذ درديري المخرج. اهلا وسهلا استاذ درديري. حضرتك كده بتنهي حلقه مش بتقول مقدمه. طب تحت امرك يا استاذ درديري قول لي يعني قول لي اللي حضرتك عايزه وانا اعمله. يا سعاده الباشا انا عايز حضرتك مقدمه جميله مبتسم ان شاء الله هتشوفوا معانا مشكله وهنقدر ان احنا نحلها، ويعني انت فاهم طبعا. ما انا مش عايزه يعني اعك. مساء الخير عليكم وكل سنه. ايوه فاهم. ايه دي مش جايين نغني على طول من غير ايه؟ اهلا وسهلا سيداتي المشاهدين، اتفضلي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وان اهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي المشاهدين في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واحنا معاكم النهارده في برنامج اسمه الصلح خير، واتمنى ان شاء الله ان احنا فعلا نقدر نعمل صلح بين الحالتين اللي جايين عندنا النهارده. وكل سنه وانتم طيبين. تمام يا ريس. استاذ درديري اقعد نادي بقى، مش هرد عليك مش هرد. استاذ درديري استاذ درديري استاذ درديري يلا قول حضرتك. نستقبل الضيوف معانا دلوقتي. يعني اللي انا قلته المره اللي فاتت كان كويس. تمام مش مشكله، هبقى اعيده تاني. يلا مش مشكله. لا ما احنا هو لسه فيها، خد مره كمان. هو مش عاجبني. لا هتغيب انت شكلك يعني. طب قول لي بس انت يعني لو انت عايز اقصر من كده شويه يعني. طب انا مش هرد على حضرتك. لو سمحت قول للضيوف تدخل. ده مش فاهم حاجه خالص يا جماعه. انا قلت لكم بلاش، انتوا مصممين على امين. يا استاذ قصدك على ايه حضرتك؟ بتتكلم فندم؟ حضرتك بتتكلم مين؟ لا انا بكلم المساعد بتاعي، اصله قاعد بيلعب جنبي في ال طيب يا فندم جهاز بتاع كله زراير. عايز نعمل ايه دلوقتي يا استاذ درديري؟ حضرتك عايزك حضرتك تنادي على الضيوف. طب الضيوف يتفضلوا معانا. الضيوف اهلا وسهلا شيخ العرب. الله يخليك. اهلا وسهلا. الله يخليك. اسم حضرتك؟ عسوي. 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 ازيك يا عم استاذ عسوي؟ ازيك يا حاج عسوي؟ معلم عسوي ولا استاذ عسوي؟ معلم. ولا معلم. معلم عسوي. الله يبارك فيك. ازيك يا معلم عسوي؟ ربنا يديك الصحه. الله يخليك. ازاي صحتك انت يا باشا؟ احنا برنامج النهارده، انت عارف طبعا انت جاي البرنامج عشان المشكله بتاعتك اللي هي مشكله عائليه تقريبا وانت عايز تحلها. واحنا نتعرف بالاستاذه. اسم حضرتك؟ منال. منال. استاذه منال. اخرس اخرس ولا ما يا ايه؟ يا بي لو سمحت يا بي. طب زعق لضيوفك انت بعيد عن الحلقه بقى. طيب احنا دلوقتي هما الضيوف قعدوا، يعني انا بدات كويس كده ولا نعيد؟ ايوه يا فندم اتكلم معاهم اعرف ايه المشكله. عايزين نبدا الحلقه لو سمحت. انا هدي لك خمس دقائق وبعد كده ان شاء الله هبدا الحلقه، سواء انت كنت ابتديت او ما ابتديتش. هصور اللي موجود وخلاص. انا عايز اروح.
معلم عيساوي عزيز احنا انت النهارده طبعا عارف ان انت جاي برنامج اسمه الصلح الخير وانت عندك مشكله انت والاستاذة منال واحنا يعني جابونا تدخل ان احنا يعني ان شاء الله ربنا عنا ويبقى فعلا في صلح. اتمنى بس من حضرتك يعني حضرتك ما تجيش عليا. لا اله الا الله. احنا مع الحق. ايوه وكل حاجه واضحه. الله يبارك لك. وكلنا ولاد بلد وده راجل يعني شايفه لازم ليه طباع خاصه. الله يسترك يا رب. الله يسترك. ولازم انت كمان تبقي متفاهمه لوضعه يعني. بصراحه هو ده اللي قلقني يعني. معلش. انت ولاد بلد فعلا قلقانه جدا يعني. الالم ولاد البلد كده ولاد البلد طيبين. طب واحده الالم ولاد البلد ده ولا ايه؟ انت عايز اولاد فافي بقى؟ انت عايز اولاد فرنسا مثلا؟ البدايه كده مش مبشره خالص بصراحه. ممكن حضرتك ثانيه واحده سيبي استاذ عيساوي المعلم عيساوي يتكلم الاول. ممكن تسمع مني انا الاول؟ طيب ايه رايك يا معلم؟ اسمع منها يا باشا. اتفضلي اسمع منها. ربنا يخليك. والله احنا متجوزين بقالنا سنتين. كويس خير خلاص. هو كان حنين عليا جدا بصراحه يعني كلمه حق تتقال لربنا يعني. هو كان حنين عليا جدا. بعد ما اتجوزنا اكتشفت ان هو يعني مزواج يعني. يعني اتجوزها من سنتين وعايزاه ما يتغيرش في الظروف السوداء دي؟ ده كفايه الاخبار اللي بيشوفها. ما يعني حضرتك انا بتكلم بجد والله مش بهزر يعني. حضرتك بتهزر كده؟ لا ما بهزرش انا بتكلم بجد. مش عايزين الكلام مسخ. انا قاعدين مع راجل زينه. هو صح كده؟ قول كلمه مره واحده. لو انت عارفه الاصول عشان رجاله زي بعض بقى وكده. لا يعني انت تقدري تسيبي. بلاش احنا خلينا صحاباتك في فصل ثالثة رابع بنات مثلا. خلاص اتكلم معايا. اتكلم معايا. ما تكلمش معاها يا باشا. انت فاكره جدع؟ ان شاء الله جدع. اتكلم معايا. بص يا استاذ محمد انا معروف انا ولا مره تقدر تفتح عينيها فيا. معلش ما اسمعش صوتك تاني خالص. فهمني ولا ايه يعني؟ معلش عادي. سلام واحدة. تفضلي حضرتك اسمك ايه؟ السماعة وقعت من ودانه فهنشوف بقى نقول له ايه. اسكت بكمل دراستي. تعرفت عليه؟ بس يا استاذ محمد. نعم استاذ محمد. انا مش سامع من الاربي ال ما هو علشان حضرتك وقعت من ودنك. طيب انا اسف عشان وقعت من ودنك. معلش انا اسف يا استاذ. فلو سمحت يعني انا قلت مش عايز اوجه الكلام في وسط الناس. طب خلاص بقى انا حطيت الاربس في ودني. هكلمك في ودنك عشان ما بقى هو واضح ان الحاله يعني صعبه. لا صعبه دي مش مشكلتي. انا هكلمك في السماعه عشان ما اوجهكش في وسط الناس. اتفضل يا مستر درديري. استاذ درديري سامعني ولا لا على الايربيس؟ انت ايوه يا استاذ محمد. عامليه كده عيب. نعم ايوه يا استاذ محمد. إيه انت شايف ايه؟ مش سامعني اكلمك في السماعه الكبيره؟ لا سامعك يا ريس. سامعك دلوقتي. انا دلوقتي سامعك تمام يعني. ايه بقى هو واضح ان انت سخنين قوي. ده لسه يعني الواحد بيتخانق يومين ثلاثه وبعد بعد اسبوع بيهدى. دول لسه متخانقين في الصاله قبل ما عشان ابدا الحلقه. ايه؟ أنا قلت لسعادتك خمس دقايق اسمع منهم عشان أبدأ الحلقة. فحضرتك عمال بتتساير يعني مش عايز أقول. أنا قلت يا جماعة ده مش هينفعنا. أيوة يا بيه. ما أنا مش عارف يعني أنا إيه في حاجات كده غلط ما بقدرش أوافق عليها بسرعة. لا معلش يا أستاذ محمد. لا يعني أبدأ الحلقة. خلاص هي اعتذرت. بس يعني يا ريت بقى تخلصني منه عشان انا ابدا اصور. بقول لك ايه ده؟ اصور يا استاذ محمد. مش حاجه بتقول. معلش ابدا اصور. اتفضل يا ريس. استاذ محمد اصور. اتفضل اتفضل صور. ابدا اصور. اتفضل صور. نخلي اصور يا استاذ محمد. استاذه منال هتقول مشكلتها. اصور يا استاذ محمد. صور. اصور. ابدا اصور. يا اخوانا اتفضل صور يا ريس. انا اتصورت حضرتك. افضل اصور. هو سامعني كلامك. اقدر اصور يا استاذ محمد. السماعه بتاعت الكاميرا شال السماعه.
السماعة في ودن حضرتك يا أستاذ محمد، السماعة في ودن حضرتك. أيه. ما انت بقول لك اتفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت اخلاقك دي مش بتاعت صلح. 3 2 1 اتفضل يا منال. استاذ محمد احنا رجال زي بعضينا. هي كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لي معلش انا اسفه لو انزعجت. بذمتك يا راجل. اه والله. وحياة ابنك اللي بتتمناه من الدنيا. اه قالت ان انا اسفه. قالت انا اسفه. وتتأسفي له ليه؟ لا بتقول يعني انها زعلانه. تتأسفي له ليه انتي؟ ده انت ما تتأسفنيش يعني. لا ما تتأسف لك. ايه يعني؟ استنى بس. استنى بس. ايه يعني؟ استنى عسى واقعد بس اهدى بالله قول لي. وتنفع ينفع الكلام ده مع الرجاله يا باشا؟ ما هي بتتأسف لك بتقول انا اسفه هي حست بغلطتها عشان ده انت عمرك ما تأسفتيني. اخراسي فكري في الموضوع اخراسي بدل ما املك اديك قلميه. يا ما تجيش بقى تتدرب بالشبشب في البيت وتيجي هنا قدام الناس تعمل فيها عنتر. ايه الكلام اللي بسمعه ده يا هندسه؟ خلي الواحد ساكت. طب اعمل ايه في الناس المفتريه ديت؟ اعمل ايه؟ قول لي بقى انت. هو الراجل بيستحملك او منال واضح ان هو محترم يعني. يعني انت بتعملي كده بتضايقيه قوي للدرجه دي؟ ما بضايقوش ولا حاجه. هو من اللي هو بيعمله انا لازم اعمل معاه كده. يعني اتخلصت بقى يا باشا. ما اتخلصت بقى يا باشا. هنحل ولا نقوم نروح اهو؟ طب انت عايز الحل ايه بس؟ اللي تشوفه انت بقى. شوف انت هديك سمعت منها وسمعت مني وتعرض سمع. عايزين نخلص بقى يا باشا. طب اهدى. طب والنبي اخلص. ما انا ما سمعتش حاجه يعني تستاهل. اهدى بس. طب بيسمعوك ازاي كيف؟ اهدى بس. انت جاي تطلق. أنا جاي أطلق. ما أنت بقى ما تزعق. يعني أنت بتزعق وبتشخط فيك وبتلكف لك في. طب أعمل إيه؟ وبتثبت وبتشبشب. أضربها قدامك؟ لا وليه؟ لا لا وليه لا؟ والله يا عينك. لا وليه؟ أمال إيه طيب؟ اقعد انت اهو. اقعد انت كمان. استنى واحده اهو دي بقى. اقعد. طب ما انت غريبه قوي. انت سامع تمسك ايدك يا باشا؟ ليه بتقولي له انا ما انت ده انت اللي ليا. معلش معلش هي خايفه. هي خايفه. طب انا مش فاهمهم اعمل لهم ايه دول؟ بس انت عدل اهدى. ما تخلصنا يا باشا خير شر. خلصنا اهدى بقى. خلصنا اهدى شويه. واحد اهدى شويه ازاي يعني؟ اهدى ما تاخدهاش بالصوت. لا ما تكسرني كده في وشك. لا كسرني. لا ما تكسرني في وشك. اكسر لك. لا 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 بص على الله بس ما تكسرش. انا مش عايز يعني اقلب عليك. لا اقلب. اه لا بجد. ده انا نيتي بس ممكن تعورك. نيتك انت؟ اه خلي النيات لله. طب اقعدوا بقى ما تقرفونيش يا جماعه بقى. يا جماعه يا جماعه قالوا يا جماعه اقعدوا شويه ما تزهقوناش في عشتنا. اقعدوا اتفضل يا عيسى واتفضل يا منال. اقعدوا بقى ما تزهقوناش. خلي بالك انا صبرت عليك كتير عشان السنس اللي انت بتقول عليه ده. صبرت ايه؟ صبرت عليك كتير عشان السنس اللي انت بتقول عليه. طب ولا ما صبرتش؟ انما للسنس حدود بقى معاك. سنس؟ اه فاكر غنوة ام كلثوم انما للسنس حدود؟ اه اهدى بقى. عن اذنك انا هطلع للاستاذ درديري. يا عم روح لدرديري. انت مش واقف مع راجل. ايه ده يا شريف اللي جابك انت؟ انا الاستاذ درديري. انت هتسخن عليا؟ انما للسنس حدود. للسنس حدود. حلهم بينهم الصلح خير. طيب هنعمل ايه؟ طيب هو ده كلام يا جماعه. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. حلهم بينهم الصلح خير. مش قادر اتنرفز عليه بس عشان هو راجل. حبيبي انت عايزني مبتسم؟ ابقى مندهش اكتر من كده. مش لدرجه مش الهبل دي مش اه. ده بيكلم حد فوق ولا اخرس ولا اقول الضيوف تدخل ولا انت ايه؟ يا بيت مزعق لضيوفك انت بعيد عن الحلقه بقى. تشخط فيك وبتلكف لك. طب اعمل ايه؟ وبتثبت وبتشبشب. اه انت
ولاد البلد طيبين. طب واحده قلقانه من ولاد البلد ده ولا ايه؟ انت عايزه ولاد فافي بقى؟ انت عايزه ولاد فرنسا مثلا مش ولاد البلد؟ لا والله خالص، والله ما بخاف من حد. امال كنت بتخاف منها ليه؟ ده مش خوف، عامل فيها سبع البرومبا. لا 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 انت طلعتها وانت في الحته دي. لا لا عامل فيها سبع البرومبا وبتاع وهي بتطرقعهم لك.